نهاية العالم، شاهد ظهور أول علامة من علامات الساعة الكبرى اليوم في مكة المكرمة. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. يوم القيامة هو من أحد الأشياء الأكيدة والتي لا ريب فيها ونؤمن بهذا اليوم، وهو مؤكد عليه في كل الأديان. ومن أسماء يوم القيامة هو يوم الساعة، والتي ينتهي العالم بها وينتهي كل شيء على الأرض ويبدأ يوم القيامة. وأكد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا اليوم، ولكن لم يقول على متى تبدأ الساعة، كان يقول الله أعلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعض العلامات إذا تحققت جميعها يبدأ يوم القيامة. وقد تم تقسيم علامات يوم القيامة إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. كانت مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تتميز قلة أعداد السكان الذين يعيشون على أرضها وقلة عدد المباني بها، إلى جانب عدم ارتفاع تلك المباني التي لم تكن تتعدى الطابق الواحد. وقد أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ارتفاع المباني فوق جبالها. وقد حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال: كنت أأخذ بلجام دابة عبد الله بن عمرو، فقال: كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدوا حجرا على حجر؟ فقالوا: ونحن على الإسلام. قال: وأنتم على الإسلام؟ قال: ثم ماذا؟ قال: ثم يبنى أحسن ما كان. فإذا رأيت مكة قد بعجت قزائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال، فاعلم أن الأمر قد أزلق. وكلمة بعجت قزائم معناها حفرت قنوات كالأنفاق الجبالية في مكة وتحت أرضها والأنابيب الضخمة لمياه زمزم. وتشهد مدينة مكة العام المقبل افتتاح مشروع أبراج كدي، والذي يعد أكبر فندق في العالم كله، وتبلغ قيمة بناءه 2.7 مليار جنيه استرليني، وتبعد ناطحة السحاب حوالي كيلومترين عن الحرم المكية، وتضم 10 غرف فندقية عدد 70 مطعم مختلفة، ويشهد أيضا وجود مهابط للطائرات الخاصة، وستكون أبوابه مفتوحة للزائرين، وسيتم تخصيص 5 طوابق للأسرة الملكية، وقد تم تمويل المشروع من وزارة المالية السعودية. واليوم حديثنا عن بعض العلامات التي تحققت حتى هذا الوقت. من العلامات التي تحققت وهي انتشار الزنا، وأصبح الزنا في كل مكان في العالم، وأصبح متداول وبأموال والتجارة فيه. انتشار الخمور والتي أصبح لها تصريح في الدول العربية، وعقوق الوالدين الذي انتشر بشكل كبير، وجود الربا بسبب احتياج الناس للأموال فأصبحوا يبحثون عن المال بأي طريقة، مساعدة الزوجة لزوجها سواء بالمال أو بالعمل، تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في البصرة، وهذا حدث في عام 654 هجريا. سرعة مرور الأيام، تمر الأيام بسرعة كبيرة، زالت البركة من الأيام.